يتم ذلك لسه ما بدينا الان نبدا بعده يبدا كيف تبدا يا حمود تنجح ركزوا معاها يقول لك تروح يا سبع جهات مشابهه لك تماما سبع اشخاص يشوفهم عبد خال راسب حمود ابو طالب متخصصين في التثقيف الصحي استاذ عمي بتطبع كتاب عن المراه تقرا سبع كتب عن المراه عبد خال حيفتح مطعم فوال في ابحر يروح لسبعة فوالين بس ويشوفهم لأنه السبعة حيتكرر بعد كده يروح لأبو زيد القرموشي فلان فلان ليش بعد السبعة حيصير مكرر ما في جديد عرفت الفلسفة بسبعة الأشواط سبعة السماوات سبعة غالبا بعد رقم سبعة خلاص يصير أنت ما عاد في إضافة يا أستاذ سلام يصير تكرار اثنين سبعة من نفس اتجاه محتواك كيف تقصد عبدو قلنا بيفتح فوال يشوف سبعة مطاعم مش فوالين منتو فرموزة مدري ايش مقاهي سبعة من نفس مش الاتجاه الدائرة العامة نجي للأستاذة عن مشاكل المرأة عندك يا ولدي سبعة عند سبعة عن المشاكل النسائية سبع جهات إبداعية لا علاقة لها يا حمود تروح المحل مفارش محل ستاير ليش؟ لأنه هيعطيك ديكور هيعطيك معرفة هيعطيك شيء جديد إذا سبعة 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 محتواك سبعة مشابه سبعة خارج محتواك تماما صدقوني إذا طبقت 21 لن يأتي جديد لك